السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بصور الفلكس واجن. هذه أول سيارة عندنا، الجولف جي تي اي. هذه قيمتها 147,000. في هذه نوع جديد اسمها تيرا ماونت. هذه فلكس واجن 3 مراتب، قيمتها 229,000، 2.0 اس، 230 حصان، 8 سرعات، صرفيتها 12، وسيعة مرة. هذا تيجي 3 مراتب مرتبة اللي ورا، وسيعة. الطبلون هذه يعتبر عادي بالنسبة للطوارق، الطوارق اللي تو مسوينها عصري أكثر من السيارة هذه. هذه ستاندر ما فيها فتحة فوق، فيها مكيفات ورا. نفس الكواليتي المعروف الفلكس واجن ألماني، لكن كواليتي يعني أقل من المرسيدس والأودي والحاجات الثانية. في هذه الارتيون، هذه قيمتها 165,000، 2.0، 190 حصان، 7 سرعات، البزاز حقها بدون برواز، وسيع. هذا طبلونها انسيابي، بما ان هذه السيارة تعتبر من فئة السيارات سبورت. اللي قبلها ما كان فيها مرتبة في النص، هذه اللي خلوا فيها مرتبة في النص عشان تاخذ اشخاص اكثر. يعني الحين هذه تشيل 5 بالراحة. هذه طوارق شكلها تجربة، لونها أسود، طالع اللون الأسود عليها حلو. هذا شكلها من الخلف. في عندهم هذه بعد، هذه تعتبر جيب صغيرة اسمها تيجوان. هذه قيمتها تقريبا 140,000، صرفيتها 14.5، تشبه الفلكسات اللي جوا من جوا. هذه حلوة، اللي بسيارة فلكس واجن حجمها صغير.